بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو اللي فات شفنا طورنا من السيرفر بتاعنا، من سيرفر الكلاينت، وخلينا شات وشفنا موضوع الليست. تمام، في الفيديو ده بقى هنتعامل مع السيرفر مش على اساس ان هو شات سيرفر وانا ابعت رسالة والسيرفر يبعت رسالة والكلاينت يبعت رسالة، لا، هنعمل ان هو سيرفر بيقدم سيرفيس، وده الطبيعي. يعني اي سيرفر بيبقى بيقدم سيرفيس، سواء بقى سيرفر ويب سيرفر بتطلبه فيقوم مديك الموقع فتخش تشوف الموقع، يعني تستخدم الخدمات اللي فيه، او سيرفر بيقدم لك اي خدمه. احنا هنا او في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مثال ان احنا عندنا سيرفر، السيرفر ده بيقدم سيرفيس وهي ان هو بيعرفك الوقت. تمام، الكلاينت بيتصل بيه او بيعمل كونكشن معاه علشان السيرفر يقول له انت الوقت النهارده كذا واليوم كذا والساعه دلوقتي كذا، يعني دي التايم سيرفر. تمام، هنستعمل مكتبه اسمها دي التايم. المكتبه دي اصلا بتبقى نازله في مع البايثون، يعني باي ديفولت مش محتاج انك تنزلها. تمام، كل اللي بعمله هنا بقول له فروم دي التايم امبورت دي التايم. تمام، دي المكتبه بتاعتي. طيب السيرفر بتاعي فكرته ايه؟ السيرفر بتاعي هو المفروض ان هو شغال على طول. شغال ايه؟ شغال على طول، يعني هو متاح على طول الوقت ان اي حد ان اي كلاينت او اي يوزر يبعت للسيرفر ده ريكويست، فالسيرفر يرد عليه بالوقت، فهو شغال على طول، مش كونكشن واحد وخلاص هيقفل. تمام، وفي نفس الوقت الكونكشن مش مستمر، الكونكشن ما بينه وما بين الكلاينت او اليوزر مش مستمر، ده هو بس الكلاينت او اليوزر بيعمل كونكشن، بيعمل كونكتنج مع السيرفر، فالسيرفر يرد عليه بالديت او بالديت والتايم، او يعني بيقدم له السيرفيس ويقوم ايه خلاص كده يقوم قافل الكونكشن معاه علشان يستقبل غيره، او علشان يقدر يدي السيرفيس دي لغيره. تمام، طيب الكود ده كله شفناه قبل كده، شفنا كل ده بكده. الفكره بس هنا في الديت والتايم، انا هنا اول ما اتصل بيها اول ما اليوزر اتصل بيها يقول له ايه ان تم حدث ان حدث اتصال، يعني بين اليوزر وبين الكلاينت. تمام، هنا هعمل فاريبل اسمه دي تي اللي هو اختصار ديت تايم، وهقول له ديت تايم اللي هي المكتبه اللي انا على امبورت فوق دوت ناو. دوت ناو دي دل جوه ديت تايم بتجيب لي التاريخ والوقت بتاع دلوقتي او بتاع النهارده. تمام، وبعد كده بقوم جاي عامل له سند، عامل الديت تايم ده او الفاريبل اسمه دي تي دوت، عامل له سند، بس بعمل له سند كسترينج، بحوله لسترينج قبل ما ابعته. ليه؟ لان الديت تايم هنا هي بتطلعه لي اوبجكت، او الداله دي بتطلع لي اوبجكت مش بتطلع لي سترينج، فانا بحولها لسترينج علشان اقدر اعملها انكود وابعتها. تمام، في الاخر هنا بيقول لي الديت تايم سند، انا خلاص ابعت الوقت والتاريخ، وهنا بيقفل الكونكشن بتاعي كلوز علشان يقدر يتعامل مع اي مستخدم تاني يحتاج السيرفيس دي. نيجي للكلاينت، الكلاينت بسيط خالص ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بس بيستقبل الرساله او بيستقبل التايم، وهنا ايه بيقوم طابع التايم او الديت والتايم، نقول له ديت اند تايم فروم سيرفر. تمام، بس كده، يعني فكرته بسيطه وسهله، ويعني ما فيهاش اي مجهود، بس هي دي اصلا شغله السيرفر ان هو بيقدم سيرفيس، وان اليوزر او الكلاينت بيتصل بيه علشان ياخد السيرفيس بتاعته دي او عشان يستخدم السيرفيس دي. تمام، دي كل الملفات اللي فتحت. ماشي، تعال نعمل ران للسيرفر بتاعنا. ادي السيرفر بتاعنا اهو شغال وليسنينج. هات الكلاينت، الكلاينت اهو، الكلاينت عمل كونكشن مع السيرفيس مع السيرفر، والسيرفر قال لي انا خدت اتصال اهو وانا بعت له الوقت والتاريخ. تمام، وهنا اهو قال لي ديت تايم فروم سيرفر، طبعا اللي هو الوقت التاريخ بتاع النهارده 2012 والوقت بتاع دلوقتي. طب تعالى اعمل كونكشن تاني، كونكشن تاني معناها ان انا يوزر تاني، خد بالك انا الكونكشن لسه فاتح اصلا في السيرفر، مش الكونكشن اسف، السيرفر لسه شغال مستني اي كونكشن يجيله. تمام، اشتغل اهو برده وعمل كونكشن وجاب لي التاريخ والوقت بتاع دلوقتي. ادي ريكوست تاني، ريكوست تالت. تمام، فالسيرفر شغال على طول، شغال على طول، بعد ما بيقدم الخدمه لليوزر بيقوم قافل معاه الكونكشن علشان يتيح لغيره ان هو يستخدم السيرفيس دي. تمام، فالسيرفر معايا قايم على طول وشغال وما فيهوش اي مشكله، واي يوزر هيبعت ياخد يطلب منه السيرفيس هيقدمها له وما فيش اي مشكله فيه. تمام، بس كده، ده كان فيديو النهارده، واعتقد يعني كفايه بقى في الجزئيه بتاعه السوكت والسيرفر والكلاينت. نبدا بقى نخش في حاجه جديده ان شاء الله من الفيديو الجاي.